إذا واحد السلام عليكم ومرحبا بكم في شيماتم سليمان. هنعملوا واحد الفطيره ديال البطاطا بالجبن كتجي كتحمق، ونتمنى يا ربي تشاركوها معايا وتسندوني وتشجعوني. واذا عجبتكم فضلا ليس امرا نجي من الكبيدات، ما تعكزوا لي شي عليه الله يرضى عليكم، هو اللي كيحركنا شي شويه. ونتمنى تكونوا ان شاء الله بحب وخير وسعاده ومبروك عواشركم، طول عليكم بكل افرح الدنيا ان شاء الله، والصحه والعافيه هي الاوليه. ويلا نمشي ونبداو، نبدا معكم المصه ديالي، وديك الساعه نيتك خليوها ترتاح واحد الساعه ونرجع عندكم بالمقادير اخرين. عندي هنايا 40 غرام ديال الزبده، الزبده اللي بغات تكون كوتشاره ديال الحليب مجفف، بغيتو تعملوها عملوها، بغيتو ما تعملوهاش ما تعملوهاش. شيشه ديال الملح وجوج معشقات ديال جوج كوتشارات ديال الزيت، عاود الزيت اللي بغيتو. عندي هنا 200 مليلتر ديال الحليب، بغيت المهم دافي، ما يكونش من النبيره، يكون في حراره الغرفه وصافي. هادو هما المقادير، والطحين هي وما رفدت. ويلا نمشيو نعدلوه ان شاء الله. بسم الله الكبيدات، ها هما فين هما هادو. عندي الزبيده والحليب المجفف، ها هو هاد الحليب كيعطيها واحد المذاق بنين الفطيره ديالنا، ولكن بغيتو ما تعملوش ما حصلش معكم ما تعملوش، هذيك اضافه ماشي ضروريه. ها انتما الكبيدات، دابا غادي ندير الحليب ونبدا نعاود نخلط غير بيدي. ها بغيتو بالخلاط اليدوي عملوه، المهم غير بيدي، وغنبقى نخلط نخلط حتى يدمج لي كلشي مع بعضيته. واخا ماشي ضروري يكون كلشي مدمج مزيان، ولكن حاولوا غير شويه وصافي، مع الطحين كيتعوض. تشوفوا شي هيده زعما تخافوا منه، كلشي ان شاء الله كيتعدل. ملي نخلطها شويه هيده غادي نضيف الطحين. هاد الريسيطه الكبيدات انا ما نكذبش، هاد الريسيطه ماشي ديالي، هاد الريسيطه تشينويه صينيه، وكلشي كيعملها في السود امريكانوس، كلشي كيعملها كلشي كيعملها. قلت له تنجرب حظي تاينا، وجربت وحده صغيره وعجبتني وجاتني غزاله وجات لذيذه، قلت دابا والله تنعملها ان شاء الله. في الاول الكبيده عملوا هذا الدفيعه ديال الطحين، هذا وحده هيدا، انا غنعدل جوج، ما كبر ما صغر معوطين كيجيو. ها انتم ديك الزبيده ما كتبقاش تبان هيداك مع الحليب، ونخلطوا دابا مزيان مزيان، نخلطوها باش ديك الزبيده مع هذا الطحين هذا ما كيبقاش الاثر ديالها هيداك مفرغه بحال اللي كتكون بالحليب، كتبقى بحال اللي ذوبتي اللبن، بحال اللي عدلتي اللبن. لو حق زعما ما تخافوش من هذا، دي ملي شفت بعيني جاتني في شكل بحق، تبعت خطوه بخطوه. ايوا احنا خرجناه، وملي كنعملها كنجرب وعجبتني عاد بغيت نعملها معكم. ونتمنى على ربي تعجبكم الكبيدات. كتشوفوا الزبيده ما كتبقاش يذوب، عاود نزيدو دفيعه اخرى الطحين، ولا خميره لا حتى حاجه، ما تجيكمش احسن لكم نسيتها ولا شي حاجه، بلا خميره. هاي داك الكبيده انا شفتها وجربتها وكتجي مزيونه، وفي المقيله لا فر لا والو، في المقيله. وبقاو معايا الكبيدات حتى تشوفوها كامله شنو. انا دابا هاد العجينه هادي غادي نطلعها هيدا حتى الرده، بحال خبيزه ما قصحه ما خفيفه، وخاصها تبقى واحد الساعه ولا نص ساعه بالاقل ترتاح، ضروري خاصها تبقى ترتاح. شفتوا الكبيدات ما كيبقى يبان حتى حاجه في الزبده، كدامج مزيان ملي كندخلو هيدا مع الطحين. وبقاو معايا الكبيدات، هاي الكبيدات العجينه ديالنا هانتوما كتشوفوه، كنعجنها غير شويه زعما ندخل فيها كلشي ما تبقاش مكوره صافي. ها وكنخليها ترتاح، ديك الساعه اللي كتبقى ترتاح كتطلق راسها، وهاد العجينه شحال ما خليتوها بحال العجينات كاملين كتزيد ترتاح، وما قصحه ما خفيفه. هيدا نخليها صافي، وغادي نعملها في بلاستيك غذائي. عند هنا بالزويته بعدا هيدا، وغنعملها في البلاستيك غذائي وغنخليها ترتاح ترتاح شحال ما خليتو. انا غنخليها واحد الساعه،
ما اللي انا خليتها في التجربه ديالي ساعه زدقت زويونه، ودابا غنخليه واحد الساعه، ودابا ان شاء الله غنمشي نقشر بطاطا. البطاطا ماشي زعما شي حاجه اللي غادي نوري لكم، غنعملها طيب في الماء، ما يطيب في الماء ونجي نعمل القعدات ديالها نوريها لكم. الكبيدات، الكبيدات ديالي انا رجعت معكم، عندي هنايا 500 غرام ديال البطاطا قشرتها وطيبتها في الماء، هي طابت، خرجتها عملت واحد المغرفه الجبن كريموسو اللي بغيتو، مغرفه الزبيده، شويه ديال الكوزه وشويه ديال الابزار، صافي. وكنعمروها شي بزاف فاش كتجي المذاق ديال الجبن فيها مزيان، وكنعمسوها مزيان مزيان حتى كتخلط، وإلا بقاتكم قاصحه زيدوها شويه الزبده ولا شويه الجبن، وتقدروا هما كيعملوا مايونيس وكيعملوا هيدر جوج اللي بغيتو، بغيتو تعملوا مايونيس عملوا مايونيس، بغيتو تعملوا غير الزبيده وتجبين هذا عاود كتعطيها لذه مزيونه وكتجي غزاله. ودابا انا غنعفسها مزيان حتى ترجع كريمه، وإلا شفتوها قاصحه انا معكم كنقول لكم زيدوا شويه الزبيده اولا الجبن اولا مايونيس اللي بغيتو تزيدوه تزيدوه، ورجعوا شوفوا المليحه واش هي هذيك ولا لا، الا كانت الملحه ناقصه زيدوا شويه المليحه. والصلاه على النبي، والبطاطا ديالنا واجده، التعميره ديالنا واجده، هذه غنقسمها على جوج، وحده غنعملها في واحد الخبيزه وحده غنعملها في واحد الخبيزه. بقاو معايا الكبيدات، هانتوما الكبيدات ديالي، وحده انا عدلتها ها هي فيني عمرتها، شوفوا هنايا كنجمع لها هادو كاملين هنايا ها هي فيني، نخليوها ترتاح واحد جوج دقائق. كندهن يدي بزيت الكبيدات شويه، كتلقى بالمدلك ولا بيدك حيت العجينه خفيفه ومزيونه، هانتوما كتشوفوا كتمشي بيد بوحديتها، ها ما ندقوش عليها بزاف في الوسط حيت عاد غادي نطلقوها. دابا غير غنعمروها، انا غنوري لكم عي وحيده باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. الكبيدات دقوا مع الحواشي بالحق، هنايا ما تدقوش بزاف. كنعمل الاولى الكبيدات، الجبن ديالي الجبن اللي كيذوب انا مرصادي اللي كيعجبني بالحق، كيبقى لكم الراي تعملوا اللي بغيتو. كنعمل البطاطا ديالي ها هي، ها انتما كتشوفوا الكبيدات، وكنزيد لها ديك كواترو كيسوس حتى هو كيذوب غزال، كواترو كيسوس كيتباع في اي واحد في اي مطعم. ها انتما الكبيدات كنشبوا القنيتات بحال اللي كنعمروا الخبيزات ديالنا ولا شي حاجه، كاملين بحال هيدا كنجمعها كامله، وهنايا كنلعبوا ولا شويه في الطهير ديالها باش كنغلقوها وما تجيش مقرد، غتجي تحت زعما تجي معمره بزاف واقفه، والله واقيلا فهمتوني واقيلا ياك، باش ما تجيش مقرده وصافي. هايدا كنبقى نجمع على هايدا حتى كنجمع مزيان، قرفصوا العجينه ديالكم كتدخل في بعضيتها، ها هي انا غطيتها وقلبوها على الوجه ديالها. دابا ان شاء الله نبقى لي عند نطلقوا، بسم الله الكبيدات. دابا كنشبر المدلك ديالي ونبقى ندور فيها، وانا كنعوطها حتى نردها زعما معوطه مستويه معوطه، والكمان الله الا بقنا شي حاجه عوج كمان الله كيجي غزله من الكبيدات ديالي. هانتوما صافي، نمشي نهزها ونعملها في المقيله الكبيدات، ساهله الامور، وكيجيو كيحمقوا. شوف العجينه كيف النيه تبارك الله ما شاء الله، بلا خميره بلا والو وبلا دلك، هانتوما شفتوا شويه وسهل. ودابا ان شاء الله غنمشي قدام البوطه ديالي باش تشوفوا كنعدلهم ان شاء الله يا ربي، وعلى بيد ما نطيب هادي عاد نطلق هادي. هانتوما الكبيدات عملت وحده كبيره ها هي فين هي كتشوفوها، انا كنطيبها، عندي المقله اخرى هنا كتسخن باش غادي نعمل فيها هادو هاد الجويجات هادو. وهادي هي كطيب على خاطر العافيه خاصها تكون مهيله، العافيه خاصها تكون مهيله، انا كنقول لكم الكبيدات والمقله دهنوها بالزويته عاد عملوا الخبيزه ديالكم، كيجي واحد الفطائر كيحمقوا، انا غادي نزيد عليهم واحد الاضافه وغادي تعجبكم ان شاء الله، وبقاو معايا وهانتوما غادي تشوفوها وتعرفوها ان شاء الله. هانتوما الكبيدات انا قلبتها
وبغيت نوري لكم هاد الصنفيخة اللي كتنفخ. شوفوا الكبيدات، شوف كتنفخ، شوف شوف هنا متقوبة شوية كيخرج منها الربو، كتجي غزالة. وهذه هي بدات كتنفخ، نقلبوها عاودنا جهة أخرى. بسم الله، هانتوما كتشوفوا ناقصة للعافية، وهي كطيب على خاطرها. نتمنى يعجبكم يا ربي ويكونوا عند حسن الظن ديالكم. كبيدات الإضافة اللي غادي نزيد، وانتوما كتشوفوا ها هي الخبيزة ديالي، هانتوما كتشوفوها كتجي كتحمق وبنينة بنينة. الإضافة دي هما كيخليوها هايدة. أنا غادي نعمل لها الجبينة من فوق، هذه إضافتي، وغنعمل لها هاد القزبر أولا المعدنوس أولا شنو هو، بيريخيل. غنعمل لها هايدة وغندخلها للفران شوية يدوب الجبن صافي، ونوريها لكم. وهذه هي الكبيدة، هي طابت، خرج لي شوية د الجبن من هنا، هانتوما كتشوفوا بحق، هانتوما كتشوفوا الطياب ديالها كيف كيجي، طيبة غزالة. ونتمنى تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. ننسى ليهم نوريو لكم بلاطو التقديم. هانتوما شفتوا الشكل النهائي الكبيدات، هانتوما شفتوها كيف هي، كتجي غزيولة. شوف كيف منفخة ومعمرة بالبطاطا والجبن، كتجي كتحمق. نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. وهي خرا قطعتها طريفات، ها هي فينية، وديك اللي قطعت في الاول مشات تبارك الله، مشات هذيك واقفه مشات. ونتمنى على ربي تعجبكم الكبيدات وتكون عند حسن الظن ديالكم. اذا عجبكم الفيديو الكبيدات ما تبخلوش علينا الجيم واشتراك مع الحباب والصحاب والجيران، وهذا الشيء ساهل. نعشيوي ميريندا عشاء اللي بغيتو تعملوه، كتجي كتحمق وبنينه ولذيذه، وكيتحمقوا عليها الدراري. بغا زول لهم الربيع وعطي لهم الجبن والبطاطا كتعجبهم. اي دراري كيعجبهم بالحق، اللي كيعجبهم كاين اللي ما كيعجبهمش. نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. كنشكركم من كل قلبي فيما كنتو، وجزاكم الله، الله يرحم لكم الوالدين، وشيوات ام سليمان اللي ما جاي ان شاء الله يا ربي.